مرحبا مرحبا خويا، انا رشيدة 39 سنة. عندي قناة اسمها يوميات مع رشودة. عايشة انا وخويا وحنا، الام ديالي الله يرحمها متوفية، والاب ما قاسينش معاه، هو عايش في ارفود، منطقة ارفود، بحكم اننا ما ولفناش العيشة تما حيت الام ديالي كانت مطلقة من الوالد، وحيت ما ولفناش نعيشو في ارفود، يعني بقينا انا وخويا في فاس، وتعاوتاني جابنا المكتب لهنا لمراكش. يعني عايشة انت والاخ ديالي؟ يعني انا والاخ ديالي. الحياة اليومية عادي كأي امرأة مغربية، الحمد لله. كان نفيق، كان الحمد لله تنتوضا ونصلي ونوجد الفطار، نفطر وندخل الكوزينة، نجمع بعدا البيت والدار، عاد ندخلو نغسلو المعينات كيف ما شفتو، ومن بعد كتحضر عاود الغداء وعاود العشية، هكذا كتوجد الكوتي والعشاء، وهادي هي تتيتالي النهار. كيفاش جاتك الفكره؟ جاتني يعني حيت من بعد ما توفات الوالده الله يرحمها، ويعني بقينا انا وخويا، ويعني عاد يعني وليت محتاجه بزاف د الحوايج. والفكره كانت جاتني مع عند واحد الصديقه، رغم انا ما كنتش تنفكر انني ندير قناه، عمرني ما فكرت في القناه. واحد الصديقه هي اللي شجعتني باش نفتح قناه، قالت لي باش تساعدي نفسك والناس ان شاء الله يتساعدوا معك. هي هذيك باش فتحت القناه، هذه عامين باش فتحت القناه ديالي. التفاعل اللي ما كاينش، يعني مع الاسف قليل التفاعل، يعني هذه عامين والمشاهده عندي ناقصه بزاف، ويعني كان عيان نحاول نغير في المحتويات، يعني الطبخ، حيت كندير الطبخ، كنت كندير غير الطبخ في الاول، من بعد باش لقيت التفاعل ما كاينش وليت عاود تنغير، درت فلوغات من جيت لهنا لمراكش، وليت انا وخويا كنديرو مقاليب، تنديرو تحديات، المهم وليت كننوع في القناة باش شوية القناة تتحرك، واخا مازال شوية ما تحركاتش. الهدف عندك من هذه القناة هو انك تعاوني راسك باش هذا هو الهدف ديالي، الهدف ديالي هو باش نترزق الله ونلقى باش نعاون راسي وباش نكسب القوت ديالي. هادشي اللي كاين، حيت ما عندي حتى شي مدخول، ما خدامه ما والو، يعني هادشي اللي كاين. بزاف الناس غادي يحيوا، غادي يقولوا انك على الاقل بغيتي تخدمي في قناتك، ما طلبتيش الناس، ما قلتيش الناس عفاكم عاونوني ولا شي حاجه، بغيتيهم يعاونوك عن طريق القناه. بغيت يعاونوني عن طريق القناه، يعني يعاونوني بالمشاهده ويعاونوني باش ان شاء الله القناه ديالي تطلع، ويبقى يجيني ان شاء الله مصروف اللي نبقى نصرف به على راسي. هادشي اللي كاين. كاينه معاناه بزاف، يعني سوا اللي كاين اللي ما شاء الله قاريين وشادي الاجازات، هذا كيلقاو مشكل في العمل في الخدمه، يعني حتى يدفعوا سيفيات وهذا، وكيشوفوا منين كيشوفوهم مباشره كيتم الرفض ديالهم، مع انه تيكون عندهم ما شاء الله يعني مقبولين في الاول، تيقبلوهم سيفيتي وما تيشوفوا الشكل ديالهم صافي. يعني عندي صديقات لانه وقع لهم هذا المشكل هذا. وبالنسبه للعمل يعني كنلقاو مشكل بالنسبه لي، ان ما كاينش اللي غادي يصرف عليك، يعني الوالدين واخا يعيشوا تيعياو راه كيجي شي نهار اللي ما غاديش يبقاو، يعني وحنا الواحد تيكبر. بالنسبه لي انا دابا 39 سنه ويعني ما كاين لا مدخول لا والو، وانا وحنايا اساسا حساسين بقصار القامه، ما كنبغيوش نمدو يدينا لشي واحد ولا نطلبو، يعني كنبغيو يعني حتى حنا نكونو حتى حنا خدامين، حتى حنايا نكونو بحالنا بحال اي انسان عادي. من غير مشكلة العمل قد يقبل أن تتقال اللي كتدخل لكم في كتقول الأرض تحلو تصرت ده بقوة اللي كتلقى ذاك النظرة ديال بحال الاحتقار ولا ما عرفت. المهم بالنسبة لي أنا كانوا كيشوفوني كانوا تيقولوا كيفاش هادي، واش غادي تقدر تقضي الشغال، واش هادي، واش تيجيو عجوبة فاش تيسمعوني تنطيب، ولا ديك تقول كيفاش، واش نتيا تطيبي تديري. داكشي باش قررت انني ندير الطبخ، خصوصا المطبخ، باش يشوفوا انني المراه راني بحالي بحال اي مراه عاديه، وكنقول لهم الله يديهم، كاينين شي عيالات اللي هما بولادهم
و تيقولوا لهم لولادهم، يعني هما اللي كينعتوا لولادهم، تيقول لهم شوفوا هذا يعني، وباش الدراري كيبقاو يشوفوا فيك، وهذا يعني من داكشي من الامهات. اما الاطفال راهم صغار ما عارفينش، ولكن كاينين شي امهات الله يهديهم هما اللي كيلفتوا انتباه لولادهم باش هما يشوفوا، تيجيهم بحال شي كائن غريب ولا ما نعرف شنو شافوا. وكنتمنى هاد المشكل ما يبقاش، يعني انا احنا دابا حاضرك وعرفنا انك قلبك طيب بزاف بارك الله فيك اخويا. كنتمنى نحقق، كنتمنى بعد الصحه نبقى بالصحه، وهذا الحمد لله باش ما نعي حتى شي واحد، نبقى بصحتي الحمد لله. وكنتمنى ان نزور المقام ديال مكه المكرمه، شي عمره ولا حجه، المهم نزور داك المقام، وهادي امنيتي كنتمناها بزاف. وان شاء الله ونعيش عيشه كريمه، يعني الحمد لله يكون عندي مدخل باش نعيش به عيشه كريمه. هادشي اللي كاين نهار اللي بعمرني ننسى في حياتي يوم الفراق الوالدة الله يرحمها، هذاك اللي ما عمري ننسى ليه اليوم اللي توفات بيه، وخصوصا انا اللي اكتشفتها توفات، انا الاولى اللي اكتشفتها انها توفات. هذيك اللقطة ما عمرها كتحيد لي من بالي، وانا من عقلي ديما كتجيني. ف كنقول لهم كنتمنى تدخلوا عندي القناة وتعاونوا معايا، يعني محتاجة المساعدة ديالكم والتعاون. انا كنطلب غير تطلعوا لي القناة، ما كنطلب شي حاجة اكثر، كنطلب غير تطلعوا لي القناة باش يكون لي انا داخل، ونكون باش نكسب القوت ديالي ونعيش، ما نمد يدي لتا شي واحد. هذا هو اللي كنتمنى للجمهور ما يخيبني شوي ويتابعني، هادشي اللي كنتمنى. سميت القناة ديالك؟ يوميات مع رشودة، يعني اللي بيدخل القناة ديالك يكتب بالعربية يوميات مع رشودة. السر ان العائلة ديالي وخوتي تيدلعوني بهاد رشودة، ولا العائلة كلشي تيقول لي رشودة رشودة هي هاديك، حيت انا في الاول كنت دايرة قصيرة القامة. المتابعين بزاف اللي كانوا متابعيني ما عجبهمش هاد الاسم، قال لك لا ما بحال اللي كنحتقر من نفسي، وانا لا، انا يا درت قصيرة القامة هي باش يعرفوا ان المرأة قصيرة القامة راه هي شنو تقدر دير. هي ديك من بعد لقيت بزاف الناس يطلبوا، جيت انايا وليت غيرت الاسم، وقالوا كل واحد جلس كيقترح عليا اسم، ولكن بحكم انني تيدلعوني برشوده قلت هو نستغلو في القناه ونكتب يوميات مع رشوده. كنشكرك على التصوير، بارك الله فيك اخويا، تنشكر الاشواق، وتنشكرك خويا عثمان، وتنقول لكم يعني شكرا اللي جيتوا، وهذا جيتوا لعندي، وتنشكر المشاهدين، واخا سمحوا لي شويه كنرتبك في الهضره ديالي. وكنشكر المشاهدين، تنقول لهم كنتمنى تدخلوا عندي وتفرحوني، الله يفرحكم والله ييسر لكم اموركم، هادشي اللي كاين. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.